فيما يخص الطريق الحلقي الرابع، هو أحد الطرق التنموية والمشاريع التنموية التي يخطط لها، وهو الطريق الحلقي الرابع الذي يحيط بالعاصمة بغداد. نعم. الهدف بالحقيقة، طول هذا الطريق هو 96 كيلومتر، يتخلل العديد من الفعاليات التجارية والإدارية ومناطق للتبادل التجاري. الهدف الرئيسي الذي يتم إنشاء هذا الطريق هو تخفيف الزخم المروري على العاصمة بغداد من خلال انتقال السير من الشمال إلى الجنوب وبالعكس خارج حدود أو خارج، يعني بدون ما تدخل داخل محافظة نعم. بغداد. اليوم بالحقيقة وزارة العمارة والإسكان عازمة على إنجاز التزاماتها ضمن البرنامج الحكومي الحالي، وهذا يقع أو ضمن أحد أهم التزاماتها في البرنامج الحكومي الحالي.